القصة تعود إلى العام 1957، حيث اعتبرت دائرة الأحوال المدنية العراقية الأول من تموز يوم ميلاد أي شخص عراقي لم يتم تسجيله في دائرة النفوس العراقية قبل ذلك التاريخ ونسي ذووه يوم مولده. التاريخ غالبا ليس حقيقيا ولا يمثل الموعد الحقيقي للولادة، والسبب في اختيار هذا اليوم من قبل الحكومة آنذاك هو عمل حل وسيط من أجل أن لا يغبن حق الأبناء غير المسجلين في المدارس أو إكمال المعاملات أو التجنيد الإلزامي. فكان الحل الوسيط هو اختيار منتصف العام تاريخا لمولدهم حرصا منهم على مستقبلهم، وهو ما قرره في ذلك الوقت مأمور النفوس المعني بشؤون تسجيل الولادات. احنا قبل ماكو يعني لا احد يطلع جنازتي لا هاي، فواحد من قرايبنا فاهم راسا جمعهن وهذا وكنا تونا واحد سوحة اي هي هاي يعني ما زين. شلون صارت الحاله يعني الحاله جمع جنازه ما عدنا حد يعني ما عدنا حد يروح اي احنا قسم يتامى وقسم احد هذا وكله ترفوه واحد سوحة يم القاضي اي كلها واحد سبعة سوا. قبل النفوس كان يسجلون سنة يعني 1950 1940 لا أكو يوم ولا أكو شهر السنة. بعدين النظام شوية تطور قالوا يابا ما يصير الشعب العراقي كله بتاريخ سنة، فسووا قالوا كل واحد قديم على السنة يصير واحد سبعة منتصف السنة كلها جمعوهم سووهم من واحد سبعة بدل 1950 سووه واحد سبعة 1950. ولم يكن كبار السن يكترثون كثيرا لتسجيل تاريخ ميلاد أي مولد، بل يتمهلون في التسجيل بحسب شهادات عن مراحل تاريخية تميز العراقيين عن غيرهم من الشعوب. وقد تمر سنوات لحين استحقاق الولد دخول المدرسة أو وصوله إلى سن التجنيد الإلزامي، فتتم مراجعة دائرة النفوس فتسجله حسب دعاء الوالد على السنة التي يتذكرها، أو يتم اعتماد الأول من شهر تموز. تم ترك خانة اليوم وشهر الميلاد فارغة لدى إجراء إحصاء عام 57 رغم الاستعانة بخبرات أمريكية في حينها، واليوم تحول الأمر إلى ما يشبه الاحتفال غير المعلن بعيد ميلاد جماعي للعراقيين.